ما هل يوجد نهي عن تشبيك الأصابع في انتظار الصلاة؟ نهي ضعيف جدا. إذا عمد أحدكم من الصلاة فليشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، حديث ضعيف جدا. وأورد البخاري ما يرد به على مثل هذا الرأي، فقال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وأورد حديث منها كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا شبك بين أصابعه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وخرج النبي ذات يوم من البيت إلى المسجد فشبك بين أصابعه ووضع يده على خده عليه الصلاة والسلام. كل هذا ما منص تالي في الإسناد، إذا عمد أحدكم للصلاة فليشبكن بين أصابعه.